في إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قامت وزارة الداخلية بتوجيه مأموريات إلى عدد من دور رعاية الأيتام وذوي الهمم بمختلف المحافظات، وتم توزيع ملابس العيد وهدايا عليهم في إطار حرص الوزارة على مشاركتهم لاحتفال بعيد الفطر المبارك، وهو ما أشادوا به وأثنوا على اهتمام الوزارة بهم. ودينه دوم ودينه ودية وبيحبونا. جاوا النهاردة وفرحونا وجابلنا الألعاب وهدوم والكحك العيد. النهاردة الزباط لعبوا معانا ودونا هديات. وأنا بصيت لهم وجابلنا. قلناهم شكر كلنا وكل سنة طيبين. ردة فعلهم بتبقى حلوة جدا، ويعني ابتسامتهم مبسوطين الحمد لله. بنشكرهم جدا على تواجدهم معانا، وبنشكر كل الضباط اللي بيجوا دايما بيساندونا في اي مناسبه، وجودهم معانا اكيد بيبسطنا وبيبسط الولاد. احنا دايما وزاره الداخليه بتدعمنا ودايما بيجوا لنا في المناسبات، ويعني لدرجه ان في عدد كبير من الاطفال على اختلاط بيهم وعارفينهم. كما تم اصطحاب عدد من الاطفال من دور رعايه الايتام لشراء ملابس العيد لهم، وهو ما ساهم في رسم الفرحة والبهجة على وجوه الأطفال الذين أشادوا بهذه المبادرة من وزارة الداخلية. لا تخلو المنظومة العقابية الحديثة من مبادرات إنسانية تسهم في إعادة تأهيل نزلاء ونازلات مراكز الإصلاح والتأهيل، وهي تتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فقد أقام قطاع الحماية المجتمعية احتفالية للنزيلات الحاضنات، وتم إحضار أطفالهن لزيارتهن وقضاء وقت معهن لتفعيل التواصل الإنساني والاجتماعي بين النزيلات وأطفالهن. الحصل النهاردة يوم جميل جدا، الأطفال جم معنا من أول اليوم واختاروا الهدايا بتاعتهم، اختاروا لبس العيد بتاعهم، وبشكر سيادة الرئيس وبشكر وزارة الداخلية. كتر ألف خيرهم على اللي هم عاملينه معنا هنا. جابوا لنا الأطفال يفطروا معانا ويباتوا معانا، باتوا في حضننا. بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو بينايم ابني في حضني. شهدت الاحتفالية توزيع هدايا وملابس العيد على أطفال النازلات، وهو ما جاء بمردود إيجابي عليهن وعلى الأطفال، وساهم في رسم البهجة والفرحة على وجوه الجميع. جايبين لهم هدايا وجايبين لهم لبس عيدهم. بشكر الرئيس جدا قوي على اللي هو بيعمله معانا بصراحة علينا ولعيالنا. هكذا تسعى المنظومة العقابية الحديثة نحو تأهيل وإصلاح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقا لنظم الإصلاح الحديثة مع مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية.